السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد طريقة جديدة لعمل الحجر الهاشمي، يمكن ما عملناش قبل كده. الطريقة طبعا سهلة وبسيطة. في البداية أنا عملت الجدار بلون بلاستيك مائي خفيف جدا بشكل عشوائي بالإسفنجة، وبعدين قسمت الحجر برضه تقسيمات عشوائية زي ما احنا شايفين. وبعد ما قسمته هبدأ أول خطوة ان انا هدي بالاسفنجه، اسفنجه تكون خشنه شويه، تاثيرات لون ابيض بحيث تدي ملمس للحجر وتفتح لونه شويه. بالشكل ده كده. طبعا انا ممكن اعمل دي وممكن ما اعملهاش يعني، ولكن الاهم شيء عندي الاساس يكون لون شفاف جدا، اللي هو اللي انا عملته في البدايه لون شفاف وبرضه عشوائي، فيه مساحات اغمق ومساحات افتح زي ما احنا شايفين، وبعدين اقسم بلون بني غامق او لون اسود. بعد كده ممكن أدخل بنفس الإسفنجة بلون تاني، مش في كله ولكن في أماكن معينة بالشكل ده. وبعدين أنا هعمل درجة لون وسط بين لون الحجر الفاتح ولون التحديد الغامق، هعمل درجة وسط كده تميل للبني الكاكاو، وهبدأ أخد زاوية الإضاءة الغامقة بالشكل ده. خط من ناحية اليسار وخط من الأسفل، يكون الطول بنفس الاتجاه. يفضل اللون اللي هعمل بيه الغامق ده ما يكونش سميك، يعني اللون ما يكونش غامق عشان انا نوعت في الدرجات وفي نفس الوقت حافظت على ان الطوب يكون لونه هادي، خصوصا ان انا بعمل نوع معين من الحجر اللي هو الاملس شويه، مش اللي فيه تفاصيل كتير. كده انا خلصت الاتجاه الغامق كله، كل طوبة اخدت منها الناحية الشمال مع الناحية السفلية. هدخل بعد كده بفرشة رفيعة شوية اعمل الاتجاه المعاكس اللي هو الجنب اليمين من الحجر مع جنب اللي فوق بخط ابيض رفيع.
كده بنكون وصلنا للشكل النهائي.